اسمحوا لي أعزائنا المشاهدين أن أرحب بضيف عزيز وجميل. الله يسعدك وأنت وقيمة. عزيز الله يسعدك. الدكتور خليل أنت كذلك. الزيود أسعد الله صباحك استشاري تربوي، شرفتنا بقدومك سيدي. وبالمناسبة لن أذيع سرا أنني من متابعينك ومن جمهورك الذي يتابعك عبر المواقع المختلفة والشاشات المختلفة. شرف لي. الله يسعدك. لقيمة الطرح الذي يكون من خلال الدكتور خليل الزيود، وأنا أبارك لك بشهادة الدكتوراه سيدي خلال الأيام الماضية. الله يسعدك، شكرا جزيلا. الله يخليك يا رب. شكرا في البداية إلى شاشة التلفزيون الأردني، الشاشة التي احتضنتني قبل تقريبا 6 أو 7 سنوات وأنا أخرج هنا عبر بإذن الله. الله يساعدك يا رب، عبر زميلتكم الأنيقة سمر غرايبة. صحيح. الله يرضى عليها. فكانت البدايات معها يعني عبر الشاشة لما كان استوديو أيضا في المبنى الآخر، هذه في البداية. والحمد لله يعني الدكتوراه كانت عبر مسيرة كثير طويلة، والحمد لله يعني حصلناها في الخميس الماضي. وإن كنت أنا اسمح لي طبعا عبر شاشتكم الجميلة، وهذه الشاشة كان يحبها والدي الله يرحمه، رحمة الله، كان دائما يتابعها. وأقول له وهو الآن، وأظن أن إن كان إن صحت المرويات التي تقول أن الأموات يعرفون عن الأحياء، فأقول له ها هو ابنك كما كنت تصنع نوابا في مجلس البرلمان وتصنع رؤساء بلدية ورؤساء جمعيات في منطقتنا وعشيرتنا، ها أنت اليوم قد صنعت الدكتور الثاني في بيتنا والثالث على الطريق. بسم الله ما شاء الله. فنسأل الله أن يرحمه، رحمة الله، وأشكر له رحمة الله جهود عليك. العظيمة حتى يصنعنا، وقد صنعنا من معطيات صفرية. جميل. يعني لم يكن في البيت أي معطيات ولا قدرات عالية، ولكنه استطاع أن يربط الليل في النهار حتى يعني يحاول. إذن هذه قصة نجاح يتحدث عنها دكتور خليل الزيود. نعم. بنظرة تربوية حقيقية عصامية صح الوصف. نعول عليكم كثيرا، نعول على أبناء الوطن بهذا الطرح وهذه القيمة وهذا الإصرار والعزيمة حقيقة. هذا ما نريده، وهذا ما تريد القيادة، أن يكونوا شباب الوطن بمختلف التحديات وبمختلف الظروف حاضرون وعلى إرادة وعزيمة كبيرة جدا. اسمح لي دكتور أن نتحدث بختام حلقتنا لليوم بموضوع قد يصف البعض أنه من التابوهات. صحيح. من المواضيع التي لا تطرق ومن المواضيع المغلقة. نعم. أو التي يمكن أن يؤشر عليها بأنماط مختلفة. صحيح. إن تحدثنا عن من يتقاعد بعد مسيرة عطاء طويلة. نعم. ارتباطه بالأسرة، ارتباطه بالعائلة. نعم. ارتباطه بالمحيط. نعم. ارتباطه بالمجتمع. صحيح. أيضا سنوات طويلة من العمل. صحيح. روتين. صحيح. نتحدث. نعم. فكر، اندماج. صحيح. وبعد ذلك انقطاع. صحيح. عن هذا الروتين بشكل مفاجئ. صحيح. يعني عن هذا المجتمع. نعم. الذي كان يراه ويتواصل معه ساعات طويلة. نعم. وكيف تنظر له الأسرة تحديدا، الأبناء. نعم. الزوجة. نعم. الأقارب وأيضا البيئة المحيطة. إذن هي أسئلة عمومية. نعم. ولديك. نعم. الإجابات الكاملة إن شاء الله يا رب. طيب خلينا في البداية نقرأ ماذا، ما الذي حصل معه خلال مثلا 20 أو 30 سنة من العمل. هنا احنا عم نتحدث عن نوعين من المتقاعدين، سواء المتقاعد من العمل الموجود في نفس الدولة او الجاء من سفر بعد سفر طويل جدا. تمام. ان يكون سفر تغرب في احدى الدول عشان لقمة العيش. تمام. جميل. فهو فترة طويلة جدا وانجز وقدم فيها الشيء الكثير، او كان في نفس الدولة ولكن الدوام وطبيعة الدوام اضطرته الى ان يغيب عن البيت وقت طويل جدا خلال اليوم، يعني من وقت مبكر من الصباح حتى وقت قريب من المساء. تمام. هذا الشيء خلال فترة طويلة يعطيني 3 أشياء لازم نركز عليها. اولا وهو جدا مهم، الزمان، المكان. جميل. العادات. زمان هو تعود من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية لا يكون متواجد في البيت إلا استثناء. والمكان هو تعود أن يخرج من هذا المكان إلى ذاك المكان ويقوم بمجموعة من العادات المعينة. هذه العادات مع الأيام ومع السنوات أصبحت جزءا من شخصيته، فالتخلي عنها بسهولة نادرا ما يحدث. لما أنا أكون فاهم كزوجة وكون فاهم كأبناء في البيت وبنات في البيت تماما أو أقارب إنه هو عاش هذه الفترة الطويلة ضمن هذه الدائرة أو ضمن هذا التوجه المعين، فأنا أكون عارف إنه أكيد رح يكون في عندي مشكلة إذا أنا ما عرفت أتعامل معها. الآن هو خلص اتقاعد، هذا التقاعد لما هو يجي في البيت الآن ليش هو ينصدم؟ يعني ليه هو لا تصير في زي المشاكل، يصير في توتر في العائلة. يصير في توتر في العائلة لمجموعة أسباب. السبب الأول
إنه هو لما أجعل هذا البيت هو يظن أنه كان جزءا في بنائه، وهو كذلك، إنه أنا كنت أدفع لكم، كنت أعطيكم مصروفكم، يعني قد ما أكون أعطيتكم إياه في الإيد، بس أنا كنت أورد لكم هذا المصروف، كنت داير بالي على البيت مثلا من الناحية المادية، كنت دائما أسأل أمكم في غيابكم عن حالها وصحتكم وعن أموركم، تمام؟ فهو يعتقد إنه هذا الإشي يجب أن يواجه بإيش؟ بالشكر والعرفان والاحترام والتقدير والثناء. لكن يتفاجأ أنه السقف اللي هو رفعه من التوقع ما وجدوا عند أبنائه، بس دقيقة هنا، ليس عقوقا منهم بس لأنهم هم حاسين الموضوع عادي، عدم اكتراث بالضبط، بالضبط عادي، يعني هو يعني عدم اهتمامهم فيه ليس معنى أنهم مهملين، بس هم عاشوا خلال الفترة الماضية بهذه الطريقة، فهم مو فاهمين. طب ليش؟ طب ما أنت كنت زمان تحكي لنا مثلا نلتقي الجمعة أو نشوف بعض، احنا عارفين فضلك انك ابونا. الامر الثاني هو جدا مهم، هو كان يغيب عن تفاصيل كثيره في البيت. يعني هو يطلع الصبح خلاص يروح الدوام ويرجع اخر النهار، خلال هذه 8 9 10 15 ساعه اللي كان يغيبهم هو ما كان يعرف شو تفاصيل هذا اليوم، اكلهم، طبيعته، دراستهم وتفاصيلها، مشاكلهم مع الام وتفاصيلها، كل هذه الاشياء ما كان عنده علم فيها. لذلك بس يتقاعد تصبح الاشياء البسيطه في عيني وعينك يا مجحم في عينه اشياء كبيرة. هذه الأشياء ليش موجودة هون؟ هذه الأشياء ليش مش موجودة هون؟ ليه؟ لأنه الآن أصبح لديه فائض من الوقت، فهذا الوقت يجب أن يعبى تماما، فعشان يعبي يذهب إلى أشياء تفاصيل صغيرة. فالأبناء يتفاجئوا، يحكي لك والله مش معقول، يعني هو بده يحاسبني على كيف أسكر الباب، مش معقول هو بده يحاسبني وين أنا شلحت مثلا حذائي، أعزك الله أنت والمشاهدين. وكذلك الأمر، هذه التفاصيل أصبحت ذات قيمة عنده بعد زمن طويل، لأنها لم يكن معني فيها لأنه ما كان فاضيلها. هذا الأمر الثاني. أما الأمر الثالث وهو أيضا في غاية الأهمية في الأشياء اللي ينصدم فيها وتصير فيه مشاكل ما بين هذا الأب وما بين أبنائه، كم إحنا نعرف أنه بهذا العمر وخلال هو لما يطلع إلى عمره القديم، هل هو استطاع أن ينجز على مستوى الذات وعلى مستوى الشخص ولا ما استطاع أن ينجز؟ فعشان يكون عنده القدرة على الإنجاز فلازم دائما نشعره كم أنت موجود في حياتنا، علشان هيك لازم نجي إلى الحلول. ما عرفتك الآن الحلول تكمن عند الطرف الآخر، الأبناء، أيوة، المجتمع بالضبط. لا يمكن أن نحمل هذا الرجل، نعم، أو هذه الإمرأة، نعم، الحمل الكبير طبعا حقيقة بعد هذه الخدمة الطويلة. نعم. أنت أشرت إلى جزئيات على غاية الأهمية، هنا يذهب التفكير إلى التفاصيل بشكل مباشر، إلى أدق التفاصيل. نعم. سابقا مع انشغال الرجل أو الإمرأة بمشاغل الحياة والوظيفة والعمل، نعم، يذهب إلى العناوين كما أشرت من خلال نتفقد الأبناء. أحسنت. بشكل بالعموميات، أما الآن الاعتناء هو بالتفاصيل بشكل مباشر. هنا ما دور الأبناء؟ ما دور الزوجة؟ أو العكس صحيح، ما دور الأصدقاء بنفس جميل. الوقت ممتاز. نعم. أظهر الاهتمام بأمرين لفظيا وسلوكيا. جميل. يعني أي شخص يتقاعد بعد فترة طويلة عمر أو يأتي من السفر مثلا بعد سنوات طويلة، طبعا بشرط أن يكون هو أجا وما عم يحملهم مشكلة، يعني مسؤولية الآن مثلا هذا الإنجاز ويورجيهم أنه يركز على السلبيات، لا، برضه هو لازم يركز على الإيجابيات، فعليه دور. يعني برضه إحنا ما نقول أنت تقاعدت يعطيك العافية، لا، إحنا دورنا ندير بالنا عليك، لا، إحنا وياك، أنت تقبل كلامنا وإحنا برضه مطلوب منا. أول شيء مطلوب منا أن نظهر الاهتمام يا مجحم لفظاً وسلوكاً. ما يعني تقول له والله أنا بس أنا بوس إيده وأمشي، لا، ما ينفع، لازم أنا أحكي عنه، لازم أحكي عنه دائماً في المجالس قدام أصدقائي وقدام الأقارب، فأحكي هذا الكلام وأبين ما نحن عليه الآن. هذا من باب العرفان، من باب العرفان، وأقل شيء ممكن أن يقدم. بالضبط. إذن هذا أولاً. نعم. إذن أول شيء إظهاره من خلال السلوك، إنه أنا لولاك ما صرت وكنت أنت عملت وعملت وسويت، فهو سيشعر في تعزيز ذاته للعلم وإن لم يبدي لك ذلك. يعني مرات الأب يحكي اسكت والله أنتوا كبرتوا لحالكم. هو هذا الكلام وإن كان لا قيمة أظهره، بس هو من جواته مبسوط. الأمر الثاني هو في غاية الأهمية، نشاورهم. يعني صح انت كبير وصرت وكذا، حلو انك تجي تشاورك تشتري سياره، احكي له ايوه شو رايك اشتري هاي السياره ولا هاي السياره، على اي بنك اروح مثلا اذا كنت بدي اخذ قرض مثلا، تحكي له مثلا في زواجك، مع انه يعني مع انه في موضوع الزواج في تفاصيل كثيره، لكن صحيح. حلو انك تجعله بجزء من المشوره. تماما. اذا الامر الثاني ان تشاورهم في الامر تماما وتاخذ برايهم، شو رايك، وخليه يحكي لك رايه وبعدين انت تناقشه عجبك ولا ما عجبك، مجرد المشوره هذه لها قيمه نفسيه. الامر الثالث، دور الزوجه الان
شوف مرات الزوجة تكون خلال فترة طويلة هي مسكت البيت فأصبحت الأب والأم، تمام؟ خاصة إذا كان الزوج في سفر. صحيح يجب أن تشعر بالعرفان منه على هذا الدور اللي قامت فيه، بس نقول لها حاولي أنك ما ترجعي تأخذي نفس الدور، يعني فرجي أنك أنت لما تقاعدت لا أنت ما زلت كبير البيت وما زلت اللي لك الكلمة وما زلت اللي نرجع نشاورك. ما تصير تقولي له مثلا ما أنت لك 30 سنة غايب، أنت تعرف عني أنا قديش تعبت معهم، تماما. هذا إذا كان طبعا بشرط أن يكون الزوج قد أدى الدور النفسي لها وحس بأهميتها وقيمتها. إذن هذول الثلاث إذا اشتغلنا عليهم من الممكن أن نعيد تأهيل هذا الرجل أو المتقاعد ونجعله يندمج بالمجتمع بشكل جدا لطيف. إذن لفظا وسلوكا وعرفانا أعتقد أن هذا هو المطلوب. صحيح. حقيقة إن أردنا أن يكون هناك علاقات حميمة، علاقات بها بها إعادة نظر للحياة من أول وجديد. صحيح. وفي قضية كثير مهمة، أنا أقول الفراغ الكبير أيضا العلاقة مع ربنا للشخص المتقاعد نفسه. جميل أن يضبط العلاقة مع الله من جديد، أن يعني إذا كان شخصا متدينا أو لم يكن متدينا أن يعيد ترتيب المشهد مع الله، أن يملأ الفراغ في عبادته، في الصلاة، في الزكاة، في أعمال الخيرية، في الأعمال التطوعية، كل هذه. وقبل هذا كله طبعا هذا واجب الدولة، قبل الشخص ما بده يتقاعد من أي مؤسسة في هذه الدولة يجب عليها، هذا مش تفضلا منها ولا كرم أخلاق أبدا، يجب عليها أنها تعمل لقاءات مع المتخصصين للأشخاص قبل ما يتقاعدوا بمجموعة شهور. هذه بحاجة إلى إضاءة طبعاً. للقادم من الأيام. حاضر. وأنت حاضر معنا. حاضر. وتقول حاضر. لي أو يقول لي البعض لماذا أنا من جمهور الدكتور خليل الزيود لهذه القيمة المعرفية الكبيرة. أشكر الموصول لك الدكتور خليل الزيود استشاري تربوي، ولن أقول وداعا لا بل لقاء للقادم من الأيام. شكرا يا مجحب. بإذن الله تعالى.